الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم وليد سوسكين عضو جماعة السلطانت. كي عرفتوا اليوم شكرا للسادة وسائل الإعلام دائما على التتبع ديالكم في إطار الجلسات ديال الجماعة ديال السلطانت، وبالخصوص اليوم الدورة الاستثنائية اللي كان عقدت في اليوم ديال 24. كانوا فيها مجمل ديال النقاط اللي في الحقيقة احنا كنا يعني رافضينهم، باش غادي يعني خصهم تأجيل، لأنه خاصهم معطيات، خاصنا يعني بزاف ديال الحوايج باش يمكن لينا ندوزوهم في الدورة. فعلا كفريق ديال الاتحاد الاشتراكي طالبنا السيدة الرئيسة بالتأجيل ديالهم، ومشكورة من هذا الباب لأنه مشات معنا حتى هي في هذا التوجه. كي كنقولوا التغيير ديال بعض الطرق وديال كذا، هذا راه ما يمكنش يدار الا يعني لانه كاين في تصميم تهيئه، وخص الوكاله الحضريه تعطينا تصاميم مطابقه لهادو باش يمكن لنا نحيدو. دابا راه لا يعقل باش كنقولوا نحيدو طريق على مستثمر ونديوها من بلاد ديال يعني من الساكنه ولا من الناس ديال الساكنه ديال دوره في الجامعه. هنا غادي نوليو بحال كنقولوا تنظلموا الناس، لانه علاش كنظلموهم؟ ما يمكنش تحيد عليك انت مستثمر طريق ونعطيها لواحد اخر اللي هو من الساكنه ديال تاسلطان، وهذا ما غاديش يمشي فيه المجلس وما يمكنش غادي يمشيو فيه. كاين كذلك نقطه اللي هي في مدرجه في اطار يعني الرخص ديال الاصلاح والربط، وهذا راه من اختصاص السيده الرئيسه اللي ما يمكن ليها الا هي اللي تنفذها بالمقرر اللي عندها القرار التنظيمي 113. راه ما يمكنش لينا باش نبداو تنخرقوا في هذه القوانين. هذه كاين امور اللي مشينا فيها كشراكه ديال 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 وزاره الصحه، وهذا راه يعني طلبناهم بالخصاص اللي عندنا، طلبناه بالمشاكل اللي كنعانيوها مع الساكنه مع العيالات اللي تيولدوا لينا ما بقى حتى حد تيبغيهم لينا، دروكا تنديوهم من الحوز، كنطلبوهم كذلك بالمصل ديال السم ديال العقارب اللي راه ما كاينش عندنا يا هنا فسميتو. كاين عده امور وعده اكراهات اللي كنعيشوها مع الساكنه في الجامعه ديال تاسلطان. كاينه النقطه ديال اتفاقيه الشراكه ما بين الاكاديميه اللي هذه راه رفضناها جمله وتفصيله باش ما غاديش تدوز حتى يمثلونا، لانه راه عيب وعار باش اليوم الجامعه ديال تاسلطان كتوفر في المجلس ديالها الفائد ميزانيه ضخمه، واليوم كذلك باقي كتوفر هذا من اجلش حقيقة من اجل الساكنه ديالنا ديال تاسلطان، من اجل الهدر المدرسي، من اجل باش يعني ما يكونش عندنا ذاك الاكتظاظ في الجامعه ديالنا في المؤسسات التعليميه. لكن هما ما جاوش، ما عبروناش، ما ارتأوناش، ما عرفناش الظروفين ما، لكن اليوم كنطالبوا هاد الناس باش اليوم هذا راه مجلس ومؤسسه دستوريه يمثلونا. راه المشاكل ديال الساكنه راها يعني بالجمله، المعاناه ديالنا بالجمله، مقبلين راه بقى لنا غير شهر 8 للدخول المدرسي، وهذا الشيء امور كامله اللي خصها يعني في اقرب العاجل باش يعني تكون واحد المخرج للساكنه ديال الجامعه ديال تاسلطان. وهذه امور كامله اللي راه جميع المستشارين مشاو معنا فيها الحمد لله، ومشينا في التوجه ديال التاجيل ديالها، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى باش هذه المصالح الخارجيه تمد لنا يديها في اطار التعاون مع المجلس باش تخرج هذه المشاريع للوجود، ونتمناو من الله كذلك باش يدير شي تاويل ديال الخير لهذه الجامعه ديال تاسلطان. مره اخرى شكرا للساده وسائل الاعلام، والسلام عليكم. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.